السلام عليكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نكتب الرموز الإسلامية على الورد. في ناس كتيرة قوي سألتني ازاي نكتب الرموز دي. هي امرها بسيط جدا. احنا اول حاجة لازم نحول الكيبورد بتاعنا للكتابة باللغة الانجليزية، لازم يكون بالشكل ده، بيكتب انجليزي تمام مش عربي. تاني حاجة هنختار من الخطوط الخط ده، الخط ده موجود في كل وورد اللي هو اسمه A G A كابيتال جي كابيتال A كابيتال. بعد ما نختاره هنبدأ ان احنا نكتب. مثلا هنبدأ من فوق، من بعد اسكيب هنضغط مثلا على العلامة دي، لو ضغطنا كده هتدينا الشكل ده، ده رمز من الرموز الإسلامية. ولو ضغطنا على واحد هيدينا محرم، دي الشهور العربية. اتنين طبعا صفر، تلاتة ربيع أول، أربعة ربيع تاني، خمسة جمادة أول، ستة جمادة تاني، سبعة رجب، تمانية شعبان، تسعة رمضان، صفر اللي هو شوال. بعد كده الشرطة اللي بعديه دي ذو القعدة وعلامة يساوي ذو الحجة. يبقى احنا كده عرفنا الصف اللي فوق بيدينا انهي اشكال. طيب تعال نشوف الصف اللي بعديه. هنعمل كده انتر وناخد مسافة ونيجي هنا عند الصف اللي بعديه، هندوس مثلا على كيو هتدينا ايه؟ كلمة قرآن كريم. الدبليو صدق الله العظيم. الاي صلى الله عليه وسلم. الار صلى الله عليه وسلم بطريقة تانية. التي رضي الله عنه. واي رضي الله عنه عنهم. اليو عليه السلام. الاي لو دوسنا عليها هتدينا الكوس اللي هو الاسلامي ده. بعد كده الاو الكوس بيتقفل، يعني الشكل بيتقفل بيتكمل. البي برضو بيكمل نفس الشكل، يبقى احنا كده عملنا الشكل ايه كملناه. بعد كده ده بيدينا الكوس المزخرف ده، واللي بعديه بيدينا الكوس اللي هو بيقفله، واللي بعديه هتدينا الشكل ده. يبقى احنا كده شفنا الصف التاني. طب الصف التالت هيبقى عبارة عن ايه؟ هناخد برضو هندوس انتر كده وننزل السطر اللي بعديه ونروح من اول الاي. لو دوسنا عليها كده هتدينا الشكل ده، الاس هتدينا الشكل ده، الدي هتدينا الشكل ده، الاف هتعمل معنا الشكل ده. كل دي زغارف ورموز اسلامية احنا ممكن نحتاجها مثلا في ان احنا نزغرف فيها بيها الملف بتاعنا، او نعمل بيها حاجة بتتكلم عن حاجة دينية بتتكلم مثلا عن الاسلام. الجي هتدينا دوة، الاتش هيدينا ده، الجي، الكي، الاي، العلامة دي، العلامة دي، تمام. الخط اللي هو بقى الصف الاخير في الكيبورد هنعمل كده انتر وهننزل تحت وهنكتب مثلا، هندوس على زد كتبت لنا ايه؟ عيد سعيد. اكس كل سنة وانتم طيبون. سي رمز الهلال. الفي كل الحقوق محفوظة. البي تمت. الان فهرس. الام مقدمة اللي هي اكبر من عطتنا الشكل ده، واصغر من عطتنا خريطة العالم، والعلامة الاستفهام دي عطتنا شكل الكتاب المفتوح بالشكل ده. ده بالنسبة لو احنا بنضغط على المفاتيح دي من غير اي تأثير او من غير اي مساعدة من مفتاح تاني. طيب لو جينا احنا مثلا هنعمل انتر كده وننزل الصف اللي بعديه، لو جينا مثلا دوسنا شيفت ايه اللي هيتغير؟ لو جينا هنا واحنا دايسين شيفت مثلا، دوسنا شيفت كده وهندوس مثلا على اول علامة احنا دوسناها اللي هي
اللي فوق دي هتدينا انهي شكل؟ هتدينا الشكل ده. طب الشكل ده كان شكله ايه قدام؟ كان الشكل ده، يبقى هو اتغير لما دوسنا الشيفت. تمام، هنطلع تاني. طيب هندوس شيفت تاني وندوس على واحد، عطانا الشكل ده، مع ان واحد هنا كان كاتب محرم. الشيفت مش هيدينا بقى اسماء الشهور العربية، هيدينا اشكال اسلامية عشان نبقى متفقين. هننزل تحت تاني عشان نكمل. شيفت اتنين، شيفت تلاتة، شيفت اربعة، شيفت خمسة، شيفت ستة، شيفت سبعة، شيفت تمانية، شيفت تسعة، شيفت زيرو، شيفت علامة الناقص، شيفت علامة الزائد او يساوي. يبقى الشيفت بيغير الاوبشن بتاع المفتاح. يعني لو جينا قارنا ما بين اول صف في من غير ما ندوس شيفت فوق وما بين اول صف بعد ما دوسنا الشيفت، هنلاقي فيه اختلاف. اول صف كده لو طلعنا فوق بالشكل ده، هنلاقي ان هو بيدينا الشكل ده، وبيدينا بعد كده من اول واحد لحد علامة اللي يساوي وزائد واللي يساوي، بيدينا الشهور الهجرية بمسمياتها كلها. تمام، هننزل لتاني صف وهندوس شيفت برضو، هناخد انتر كده، وهنعمل شيفت كيو، اديتنا الله. فقبل ما ندوس شيفت ما كانش بتدينا الكلمة دي، كانت بتدينا ايه؟ بالشكل ده اهي، قرآن كريم. يبقى احنا كده خلاص اتفقنا ان احنا كل ما ندوس شيفت هيتغير الاوبشن بتاع المفتاح. تمام، هننزل تحت تاني عشان نكمل بالشكل ده اهو. احنا دوسنا على كيو، بعد كده هنقول ايه؟ شيفت دبليو، هنا شيفت دبليو، اديتنا كلمة الله في شكل اسلامي. شيفت اي، كلمة الله مظللة. شيفت ار، كلمة الله اكبر. شيفت تي، الله اكبر بطريقة ثانية. شيفت واي، جل جلاله. شيفت يو، عز وجل. شيفت اي، سبحانه وتعالى. شيفت او، بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوبة بخط مرسوم. شيفت بي، بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوبة بخط تاني او بشكل تاني. شيفت العلامة دي اللي هي القوس، شيفت القوس التاني هيبقى مختلف عن القوس الاولاني اللي احنا عملناه فوق. تمام، بعدين شيفت العلامة الشرطة الداش دي هتدينا الشكل ده. طيب هنيجي عند الصف اللي هو التالت، هندوس انتر كده ونعمل شيفت ايه. الاشكال دي ثابته معانا في الصف التالت على طول، اس، شيفت دي، شيفت اف، شيفت جي، شيفت اش اتش، شيفت جي. الاشكال دي بتبقى ثابته معانا حتى لو عملنا الشيفت كي، يبقى فيها اختلاف بسيط. ال، شيفت على العلامة النقطتين فوق بعضيهم، شيفت العلامة اللي بعديها، وهكذا. طيب الصف الثالث بقى هيبقى مختلف شوية. لو جينا دوسنا انتر كده وعملنا شيفت زد، هيدينا عيد مبارك. كان في الاول بيدينا ايه؟ بيدينا عيد سعيد. يعني لو جينا فوق كده شوية وشفناها كده اهي، عيد سعيد اهي دي كده. لما دوسنا الشيفت اتحولت بقت عيد مبارك. هنكمل
هننزل كده اهو بالشكل ده، وهندوس شيفت اكس. بقت كل عام وانتم بخير، كانت الاول كل سنة وانتم طيبون. شيفت سي، الهلال مظلل، كانت الاول الهلال من غير تظليل. شيفت في، اديتنا العلامة دي. شيفت بي، تم بحمد الله، غير تمت، في الاول كانت اديتنا تمت. شيفت ان، المحتويات، في الاول اديتنا فهرس، كلمة فهرس. شيفت ام، تمهيد، اللي في الاول عيطنا مقدمة. شيفت اكبر من، عيطنا العلامة دي. شيفت اصغر من، عيطنا العلامة دي، وهكذا. كده احنا اتعلمنا ازاي نعمل رموز الاسلامية كلها على الوورد بطريقة بسيطة جدا وسهلة، ويا رب تكونوا استفدتم. ولو فعلا استفدتم من الفيديو ده، فانا بطلب منكم سبسكرايب ولايك، ويبقى كتر خيركم اول عملتم شير. ويا رب تكونوا استفدتم، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.